Uh, choose the proper statement to set the analog inputs of the A to D converter to match the case in row 13. ومعطيك شو في برو 13 بكون فيهن PCFG 0, PCFG 1 و2 و3 بشكلها. هاي row 13، هاي row 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 هي رو 13 وهيها مطابقه لهاي بالضبط اوكي okay. لاحظ شو في برو 13 كل الشانلز ديجيتال هذول اوكي ما عدا اي 0 analog و AN1 analog وعندي ال VREF plus موجودة على AN3 و VREF minus موجودة على AN2 اوكي okay. زي ما احنا شايفين هون فلذلك الجواب يكون set ADC ports يعني نعمل setting the هون هنا an0 underscore an1 underscore vref vref هاي شو تمثل vref minus وهاي شو تمثل vref plus طبعا حاط لك انا هون مجموعة من آه الاجوبة